السلام عليكم. هذا الميساج كنوجهوه خاصة لرئيس الحكومة العثماني. كاين واحد المجموعة ديال الأطور، كنقولوا واحد الشبكة ديال المغاربة اللي تيغيروا على بلادهم، تيموتوا على بلادهم، وبغينا بلادنا تزيد القدام وتولي بحال هاد الناس هادو اللي حنا عايشين عندهم. كاين عدد المغاربة اللي عايش في كندا، أمريكان، فرنسا، بلجيكا، في دول عربية مختلفة اللي هما كنقولوا تيحاربوا الجريمة أو واصلين لواحد النيفو اللي دول أجنبية كيعطيو هذاك المجهود ديال اللي حنا بغينا نعطيو لبلادنا ولكن ما خلاوناش. المشكل اللي كيضرنا الحالة عاوتاني دائما تنسمعوا ولا تنشوفوا خوتنا المغاربة حارقين مساكن، اللي في الباطو واللي مخشي في كامية واللي مخشي في هذا، كلشي خاوي من البلاد ديالو وحشومة. إن كيضرنا هادشي هذا كنشوفوا في الصحافة تيبداو يضحكوا عنا الناس. دونك أغلبية خارجين، علاش؟ حيت كاين الفساد في البلاد، ماشي خاصو ما ياكل أو خاصو شي حاجة ما يلبس، حيت الفساد ضرهم وضرنا حتى حنا كلنا. وكلا بغيتو تحاربوا الفساد راه كاين الطرق. إن حشومة كتسمع الشباب المغربي الحلم ديالو هو شنو؟ الحلم ديالو هو يخوي بلادو، هو يحرق مغامر لواحد الدرجة ما تصورش. وحشومة واحد تيحلم يبني المستقبل ديالو، يبني البلاد ديالو، يدير أسرة، يدير دار، يدير واحد السيارة على قد الحال، ماشي انحرق. كلشي باغي يحرق، كلشي باغي يجي لبرا. دوك المغرب غا يخوى. بغيتي تحارب الفساد خاصك تحارب بواحد الطريقة اللي تنقولو بروفيسيونيل. إلا حشومة واحد تياخد بطاطا أو تيسرق بطاطا أو خبزة باش ياكل، كيتشد كتعطى ليه 4 سنين عامين، تيخرج مجرم بروفيسيونيل. أو دري صغير غلط، دار واحد الغلطة، شد واحد الجوان في الراس تاع الدرب ديالو، كتعطى ليه عام ونص أو عامين، ومن بعد تيخرج ليك هرستي ليه حياته. أو واحد مدير ديال شركة عنده الأسرة ديالو العائلة ديالو، طرا ليه واحد الغلط ديال واحد الشيك مثلا، كتدخلو الحبس، كتهدم العائلة، كتهدم الشركة، الناس كتشرد، بعد كيخرج ما تلقى لا شركة لا عائلة حتى شي واحد. المجموعة اللي تنهضر عليها راه مستعدين يجيو للبلاد ديالنا ويحاربوا هذا الفساد هذا. ما تنطلبوش كريمات، ما بغيناش أراضي، ما بغيناش صالير، ما بغيناش إدارات، ما بغيناش بيدجي، ما بغينا والو. بغينا تعطانا السلطة اللي خصها الدار باش كيتحارب الفساد كيخصو يتحارب. 1% من كل حاجة شديناها ولا كل واحد كبير 1% ناخذوا هذيك 1% و 99% غتمشي للدولة. ولكن من الأحسن نشرفوا عليها حنا، هذوك الفلوس تبناو بهم سبيطارات، مدارس، طرق، ولوزينات، وزيد وزيد. إن كل مرة غتشد واحد، تشد هذا، تشد هذا، كتشدوها الصغار والكبار ما كاين والو. بغيتو تحاربوا الفساد هي الطريقة الوحيدة باش المغاربة رجع لهم الثقة ديالهم في السلطة ديالهم في الحكومة، ويبقاو في بلادهم يبنيوها، وحتى دوك اللي برا تعطانا الثقة ونرجعو حتى حنا لبلادنا. بقيتو غاديين في الطريقة راه ما كاين والو.